عشان نعمل الكبه اعمل لها حشو، معلقه زيت زيتون ومعلقه ليا، خدت بالك؟ ليا ليا؟ اه معلقه زيت زيتون ومعلقه ليا. عشان نعمل ايه؟ عشان اعمل حشو بتاع الكبه. بجد؟ اه والله، بصلايه حمراء. ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، قدامك التفاصيل. هدبر عندك البصلايه واحنا واقفين شغالين. هنعمل ايه؟ ايه؟ ايه الهنا والسعاده اللي والضحكه الحلوه دي؟ اكيد يعني اكل الاكل ده ومش هبقى سعيده يعني، يعني بالهنا والشفا يبقى حرام يعني. انت بتحلي ايه؟ انت انا بحب احلي الاول وبعدين احد وبعدين احل وبعدين احد. صح، بص العسل. مين زيي؟ مين يحب يحلي يحدق يحلي يحدق؟ ده اللي عامل في ناس كتير كده. في ناس كتيره كتير. ايوه. تعالي بقى البصلايه بعد ما دبلت كده في الليه وريحه الليه طلعت عليكي، شم ريحه الليه. معلقه ثوم. ادبلها كده في الليه وفي البصلايه الحمراء، كوبايه لحمه مفرومه. اوكي. حمراء. ده الحشو بتاعي. واثناء وانا بعمل الحشو كده يا حسني، بجيب كوبايه برغل وانقعها في ميه اهو. بص يا دوبك اسيبها كده اهو دقايق مش كتير واصفيها كويس. بص كده وانا بعمل ايه؟ الحشوه بتاعتي. يا جماله بهاراتي ايه؟ ملح، فلفل، بهار، وشوية ايه؟ نعناع ناشفين. زي ما انت شايفها كده قدامك. اه تعال جميل اهو كده بعصق اللحمة بتاعتي. اجي اعمل بقى ايه؟ الكبة نفسها. كوباية الايه في البرغل دي اصفيها. لسه ما دقتهاش حالا. حاضر يا جمال. حاضر. اعصر البرغل كويس اول ميه. حلوة قوي يا شيف الكبة. بالهنا والشيف. مع شوية الزبادي اتجنن. تسلم ايدك. بالهنا والشيف. هنا البرغل بتاعي يا دوبك حطيت المية دقايق فيه وعصرته كويس جدا من المية زي ما انت شايف كده اهو في مصفى يا جمال الشنوان. تمام كده. يبقى أول حاجة أدي البرغل اللي أنا يعتبر شطفته. تمام؟ وأحط قده لحمة. واحط طفل بصل. بس انت عملت البرغل بالمفرمه؟ انهي مفرمه؟ لا انا لسه هفرمه. اوكي. وادي بصل مفروم. وادي بهارات ملح وفلفل نعناع بس يا دوبك. وبعد كده بهار وبعدين شويه بابريكا للون وشويه قرفه.